الجزائر فيها واحدة من أكبر نسب الشرطة في العالم. يعني الجزائر هي 1.2 لكل 100 مواطن. هناك حوالي 500 ألف ما بين درك وشرطة. وتعرف أن كثير من المناصب اللي راهي مفتوحة للشغل الشباب هي فقط في هذا، ولازم لك حتى هذه باش تدخل شرطي أو درك، لازم لك بيستون ولازم لك معرفة ولازم. عندما يكون عندك أكثر من 500 ألف شرطي إضافة إلى بعض الجهات البلدية واللي يحارب المخدرات. لا، الجيش مش خدمته محاربة المخدرات، الجيش خدمته الدفاع على البلاد، على الوطن، الدفاع عسكريا. لأن وإلا ما هو دور الشرطة؟ ما هو دور الدرك؟ اللي هو أصلا جهاز عسكري. هذول هما اللي يقوموا بحراسة الحدود، وهما اللي يقوموا الدرك هو اللي يقوم بحراسة الحدود، والشرطة والدرك هما اللي يقوموا بالمخدرات. كي تدخل أنت في المخدرات حرك تخلي المهمة الرئيسية نتاعك اللي هي المهمة العسكرية، هذا واحد. الأمر الثاني، شنقريحة بالذات عنده إشكالية كبيرة، لأن شنقريحة بالذات متهم من طرف الكاتب الخاص لقائد الجيش السابق بأنه كان يشرف على إدخال المخدرات، وأن هذا إشكال. الأمر الثالث، بلد يكاد يكون كما كوريا الشمالية، مغلق، البراجات في كل مكان، الشرطة والدرك والجيش في كل مكان، كيف تنتشر فيه المخدرات بشكل رهيب؟ من يدخلها؟ إذا كنتم تمركم تقولوا احنا رانا، أنت تعرف أنهم ماخذين ميزانية ربع، هذا بدون الشرطة، الجيش فقط، الجنرالات يعني، خذوا ربع الميزانية العام اللي فات وهذا العام، يعني ما تقريبا 24 مليار دولار، 23.8 بالذات. مبلغ ضخم جدا جدا، قريب 500 ألف مليار سنتيم، 500 ألف مليار سنتيم. ومع ذلك الأوضاع الجيش كما راهي الآن، والثكنات والناس عندها مشاكل، والأكل والشرب في الثكنات، وقصص طويلة وعريضة. ثم تجي تقول أنا ندخل في المخدرات، وش دخلك في المخدرات؟ ألها بأمور الجيش وأمور العسكر.